رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة تحت عنوان دور الهجرات في نشر التشيع، كما هو في مثال تشيع لبنان. في البداية لابد أن نشير إلى أن قضية الهجرة من الموطن إلى مكان آخر تعد من التحديات والصعوبات التي يواجهها الإنسان. يحصل أن يواجه الإنسان المؤمن عنة في بلده واضطهادا لدينه، ولا يستطيع أن يواجه هذا العنت وذلك الاضطهاد، ومن جهة أخرى لا يستطيع أن يتخلى عن إيمانه. الطريق الطبيعي لمثل هذا الإنسان هو أن يهاجر بدينه إلى مكان آخر يتوفر فيه القدر المناسب من الحرية الدينية. قال: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. غير أن هذا الانتقال بالنسبة إلى كثير من الناس انتقال إلى المجهول، لا يعلم ما الذي سيحصل له، هل سينسجم في الموطن الجديد أو لا، هل سيكون أفضل أو لا. القرآن الكريم في الآية المباركة وغيرها يجيب على هذا القلق وهذا التردد، فيقول: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. الإنسان إذا اضطرته الظروف
لأجل الحفاظ على دينه أو على عرضه أو على شيء مهم من أمره إلى الهجرة إلى مكان آخر، وكان ذلك من أجل الله. من يهاجر في سبيل الله سوف يجد في المكان الجديد فوائد ومنافع ومغانم ومراغم وسعة، يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. وفي الجهة الأخرى هناك ثواب أيضا وأجر، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. هجرة الأفراد وهجرة المجتمعات كثيرا ما كانت طريقا لتحقيق السعة وإنجاز المهمات والحصول على نتائج طيبة، وهذا ما نراه في تجربة الدعوة لنبينا الأكرم سيد الخلق محمد. فإن هجرته إلى المدينة بعد أن ضاقت عليه مكة بجبروتها وطغيان أربابها، وجد في الهجرة إلى المدينة مراغما كثيرا، وجد سعة، وجد أنصارا، أسس دولة، وجد جماعة تحتف به، وحصل على تلك النتائج العالية. هذا الأمر نفسه أيضا سوف نلحظه في بعض الهجرات الجماعية التي تحولت من الكوفة إلى مناطق أخرى في العالم الإسلامي، وكان على أثر تلك الهجرات أن انتشر التشيع، كما هو الرأي الذي يذهب إليه باحثون في موضوع انتشار التشيع في لبنان. كيف حصل التشيع في لبنان وفي شمال سوريا؟ هناك نظريتان في هذا الجانب. النظرية الأولى يذهب إليها المحدث الحر العاملي على الله مقامه صاحب وسائل الشيعة، واحد من كبار علمائنا المحدثين، ويتبعه فيها عدد من الناس ومن العلماء أيضا مثل السيد محسن الأمين العاملي صاحب كتاب أعيان الشيعة. هذه النظرية تذهب إلى أن تأسيس التشيع في لبنان كان على يد أبي ذر الغفاري. أبو ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه، على أثر المخالفات التي كان يقوم بها بنو أمية من أقارب الخليفة الثالث، وإجمالاً الأخطاء اللي كانت تحدث، كان عند حساسية تجاهها، فكان قد نهض في مقابلتها ومقاومتها. انتهى به الأمر إلى أن هجر من المدينة المنورة من قبل الخلافة إلى الشام إلى معاوية ابن أبي سفيان. في المدينة الرجل معروف، صحابي من صحابة رسول الله، قال فيه النبي: ما أظلت الخضراء يعني السماء ولا أقلت الغبراء يعني الأرض من ذي لهجة أصدق من أبي ذر. رجل معروف في المدينة وقربه من النبي صلى الله عليه وآله، فهذا لما يتكلم، لما يعترض،
سوف يلقى آذانا صاغية. أما في الشام لا أحد يعرف هذا منه، شنو منزلته، شنو قيمته، يتكلم هكذا. أهل الشام إلى ذاك الوقت كانوا لا يعرفون غير بني أمية. طيب، أن يجي أبو ذر إلى ذلك المكان أو يسفر إلى ذاك المكان منفى لا أحد يعرفه، ومعاوية أيضا لو تعامل معه بالعنف ما أحد رح يقول له هذا صحابي من صحابة النبي أو كذا. فسفر إلى الشام. معاوية أيضا خلاه في أطراف دمشق، بعد ما في دمشق بدأ يعترض على الأخطاء الموجودة خلاه في الأرياف البعيدة. أصحاب هذه النظرية يقولون إن هذه الفترة هي التي شهدت مجيء أبي ذر الغفاري إلى جبل عامل، إلى جنوب لبنان وهي المناطق، وهناك بدأ التأثر بالتشيع والميل إلى أهل البيت عليهم السلام. هذه النظرية الأولى. ويستشهدون على هذا بأن هناك مكانين في الجنوب اللبناني، واحد في منطقة الصرفند والآخر في ميس الجبل، مكان يعد مقام لأبي ذر الغفاري، يقولوا هذا أيضا دليل على هذا الأمر. هذه النظرية الأولى. هناك من وين جابوا هذا الكلام أنه وصل إلى جنوب لبنان وكذا؟ لا يوجد هناك مصدر تاريخي ينص على هذا الموضوع، ولكنهم يقولون هذا الأمر مشهور في المنطقة. النظرية الأخرى التي يتبناها أحد الباحثين المتأخرين وهو الشيخ جعفر المهاجر، عنده كتاب قيم اسمه التأسيس لتاريخ الشيعة في سوريا ولبنان، يذهب إلى نظرية أخرى. يقول سالفة مجيء أبي ذر الغفاري إلى لبنان لم تتحقق. صحيح سفر من المدينة إلى الشام لفترة قصيرة من الزمن، ثم أرجع إلى المدينة. معاوية أراد أن يتخلص من عنده، شافت مشكلة صارت برقبته، رجع إلى المدينة من جديد، والمدينة نفوهم مرة أخرى إلى الربذة، وبقي فيها الربذة على أطراف المدينة بعيدة، وبقي فيها إلى أن توفي. فسالفة أنه ذهب إلى الجنوب وهناك نشر التشيع، هذا يقولون إنه لا يوجد دليل على هذا المعنى، أصحاب هاي النظرية الثانية، ولعلها الأقرب والأصح. وإنما القضية كانت على أثر هجرة جماعية قامت بها قبيلة همدان، أكبر القبائل العربية اليمنية المقيمة في الكوفة الموالية لأهل البيت، صار لها هجرة جماعية من الكوفة إلى بعلبك، إلى البقاع اللبناني، إلى حمص، إلى اللاذقية، إلى جبلة. هاي المنطقة الشمالية لسوريا ولبنان كانت محطة أولى لهؤلاء، ومن ذلك المكان بدأ التشيع ينتشر. كيف؟ يقول همدان معروف ولائهم لأهل البيت عليهم السلام، فد قبيلة لها ولاء كبير ينسب إلى الإمام علي عليه السلام، قوله فلو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلوا بسلام. كان إليها أدوار مهمة جدا في حرب الجمل، في حرب صفين، في النهروان، وكانت الساعد الأقوى للإمام أمير المؤمنين عليه السلام. هذول بعد ما استشهد أمير المؤمنين سلام الله عليه وصار موضوع الصلح، ورجع ركب الهاشميين، الإمام الحسن والحسين وبنو هاشم
وعدد من الأصحاب القريبين منهم رجعوا من الكوفة إلى المدينة، بدأ الأمويون حملة مضايقات وإيذاء وتفتيت إلى القبائل التي ساعدت وناصرت أمير المؤمنين عليه السلام. في طليعة هذه القبائل كانت قبيلة همدان، فهذول مجاميع كبيرة منهم، طبعا مو فقط هذول، احنا بينا في ليلة ماضية أنه أيضا الأشعريون وهم بطن من مذحج، بعد هذه القضية أيضا صار فيها هجرة، وراح السائب ابن مالك الأشعري وبنو عمومته، والبارحة تحدثنا بالتفصيل عن هذا الموضوع. فالطرف الآخر همدان قبيلة يقدر عددها ممن كان من سكنة الكوفة بحدود أكثر من 30,000، عدد كبير من هذه القبيلة الكبيرة السكان على أثر الإيذاء والمضايقات اللي تعرضوا لها هاجروا من الكوفة إلى تلك المناطق اللي هي مناطق شمال لبنان البقاع وأطرافه، وشمال سوريا اللاذقية وأطرافه. وهناك بدأوا يؤثرون في المحيط الذي يجاورهم من خلال تعليم، من خلال دعوة إلى مذهب أهل البيت، من خلال حسن الأخلاق والتعامل، فأثروا في من كان بجوارهم من القبائل الأخرى والتجمعات السكانية التي لم تكن على طريق أهل البيت عليهم السلام. والبداية الحقيقية للتشيع كانت في تلك الفترة، يعني بدءا من حدود سنة 52 53 54 كانت الهجرات مالتهم من الكوفة إلى تلك الأماكن، وبدأت تستقر هذه القبائل، هذه القبيلة بفروعها المختلفة في تلك المناطق وتؤثر فيما حولها. أنتم تدرون أن صاحب المبدأ اللي عنده فكر جيد وعنده معاملة حسنة كثيرا ما كان يستقطب الآخرين إلى مذهبه. أمس كان أحد الإخوة المؤمنين يتحدث كشاهد فقط سريع، قوله يقول إحنا عندنا معاملة تجارية في الصين، نتعامل مع شركات، وهناك شركة متعهدة المدراء مالها على غير المذهب من دولة عربية أخرى، وإحنا نتعامل مع هؤلاء، طبعا عندهم عمال صينيون وعاملات صينيات، وإحنا عندنا معاملة معهم مستمرة. بعد فترة من الزمان يقول المدير استدعاني، مدير تلك الشركة وهو عربي على غير المذهب، قال انتوا ايش سويتوا في عمالنا؟ ايش سوينا؟ قال هذول الآن يتطلعون إلى أن يصبحوا مسلمين على مذهب آل محمد. احنا اساسا لا شغلنا هذا، لا تبليغ ولا غير، جايين في عمل تجاري مو يمها القضية اصلا. قال لا، فاجتمعنا فيما بعد، فهذول بدأوا يتحدثون، منهم عاملات ومنهم عمال، كانوا يقولون احنا كنا نشوف الاخبار عن المسلمين هي اخبار التفجيرات والقنابل والسلاح والقتال والحرب والضرب وغير ذلك، هذا اللي نعرف عن الإسلام. بس لما اجوا هالجماعة شفنا فيهم معاملة حسنة، شفنا فيهم أخلاق طيبة، شفنا ما عندهم أغراض دنيئة، يعني قد الواحد منهم يجتمع مع إحدى العاملات طيب فلا يقصد منها السوء،
عند حالة من المحافظة. إسا قد يكون هذا تدين، وقد يكون خوف، وقد يكون حفظ على النظام، أي شيء اللي يكون، ولكن رأينا فيهم هذه الصورة الحسنة اللي بالصراحة يوجهون الكلام إلى مديرهم، ما شفنا هالحكي موجود عندك. طيب، فإحنا طبيعي أنه إحنا نرى أن هؤلاء لابد أن يكون عندهم مبدأ وعقيدة اللي تجعلهم على مستوى أخلاقي معين، على مستوى من الالتزام، أمانة عندهم، ما يسرقون مع إمكان السرقة في المعاملات التجارية كثيرا ما يصير هناك مجال للسرقة من دون أن أحد يدري، ولكن هذول عندهم أمانة، عندهم صدق في كلامهم، عندهم تعامل حسن، عندهم شرف، ما يخونون. طيب، فهذا اللي خلينا نعتقد أن هذول عندهم عقيدة سليمة. الشاهد على ذلك أنه حتى لو الإنسان مو في صدد الدعوة، لكن يبرز ما هو مناسب من المذهب، من أفكار طيبة، من معاملة حسنة، من أخلاق طيبة، من التزام، هذا يعني أنه من الدعاة الصامتين. كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم، كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا. الشاهد أن هالمجموعة لما وصلت إلى تلك الأماكن بدأت القبائل الأخرى والتجمعات الثانية تتأثر بها، وتدريجيا تتشيع لأهل البيت عليهم السلام. ما مر إلا فترة من الزمان، يعني حدود 150 سنة إلى 200 سنة، احنا شفنا الوضع في تلك المنطقة تغير تغير كبير جدا، بحيث لما يجي بعض المؤرخين يتكلمون عن البقاع، عن صور، عن المناطق، عن بعلبك، عن جبل عامل ككل، على أساس أن هذه مناطق شيعية بالكامل، وأن مناطق أيضا الشمال السوري أيضا كذلك مناطق لشيعة أهل البيت سلام الله عليهم. أكثر من هذا، بعدها بفترة نشوف أنه برز منهم علماء على مستوى عالي في الطائفة، الكراجكي على الله مقامه فقيه من طرابلس، فقيه شيعي من الطراز الأول، من تلامذة شيخ الطائفة الطوسي، من تلامذة الشريف المرتضى، إلى كتب في العقائد، إلى كتب في الفقه، ويعد من المتقدمين. الكراجكي هذا فقيه من طرابلس. هنا أكو كلام أنه هل كان في الأصل غير شيعي ثم صار شيعيا وبرز في العلم والفقه بهالدرجة، أو لا هو شيعي ولكن قبيلته وأسلافه لم يكونوا شيعة، وهذا يبين كل الأمرين، حالة التحول اللي صارت من هذه المذاهب إلى فقه ومذهب أهل البيت سلام الله عليهم. هذا نفسه يكتب كتاب أصول آل الرسول، ويكتب فيه في مقدمته أنني كتبته إجابة لطلب إخوتنا في صور، صور في الجنوب وهذا هو في الشمال في طرابلس، يعني أن هناك تواصل أيضا بين الشيعة في هذه المنطقة الشمالية والشيعة في المنطقة الجنوبية، بحيث يكتب إليهم هذا الكتاب. برز في تلك الفترة أيضا حوزة علمية، علماء في حلب، خصوصا مع مجيء بني حمدان، دولة الحمدانية حمت الحالة الشيعية، زادت في نهضتها، شاعت وأشاعت المذهب، فصارت هناك حوزات علمية، صار هناك علماء، صار هناك كتب، صار وجودات في هذه المناطق، ولذلك نشوف حتى بعض العوائل العلمية صارت في تلك المنطقة، مثل بنو زهرة. بنو زهرة وهم مجموعة من المحدثين والفقهاء والأصوليين يشار إليهم في الكتب
منهم السيد أبو المكارم ابن زهرة صاحب كتاب الغنية في الفقه اللي هو من المصادر الأصلية لفقه أهل البيت. أكو أبو الصلاح الحلبي أيضا من حلب في تلك المنطقة في تلك الفترة كان من العلماء البارزين. وهكذا إذن هذه المرحلة الأولى من التشكل الشيعي اللي صار على أثر الهجرة الهمدانية من الكوفة إلى نواحي شمال لبنان وشمال سوريا. المهاجر لما يكون صاحب عقيدة، لما يكون صاحب فكرة ويتعامل مع الآخرين معاملة طيبة، فإنه عندئذ يدعوهم إلى فكرته حتى لو لم يقل لهم تعالوا، هو نوع من التأثير غير المباشر سيكون. هاي المرحلة الأولى تقريبا. يستمر هذا الوضع إلى أن يجي أيام المغول. المغول في حدود سنة 600 وما بعد اقتحموا كما ذكرنا في وقت سابق بلاد المسلمين ووصلوا إلى البقاع، وصلوا إلى بعلبك. طيب هنا نجد موقفين، موقف لأحد علماء الشيعة ويسمى الشيخ أحمد ابن الحسن ابن ملي. هذا بدأ مقاومة المغول ونظم مقاومة انضم فيها إليه 10,000 واحد كانوا يغيرون عليهم ليلا ويكمنون النهار، نوع من أنواع حرب العصابات، وأذوا المغول كثير. طيب هذا الشيخ من علماء الشيعة. هناك موقف آخر اتخذه طبيب شعبي من غير الشيعة ويسمى تقي الدين الحشائشي. هذا كان عنده معرفة وافية بقضايا الأعشاب والأدوية والعقاقير الشعبية، فهذا استفاد من هذه الخصلة في التقرب إلى المغول، قام يوصف لهم وصفات وعلاجات وغير ذلك. طيب وصار قريب منهم إلى حد أنه أرسل إلى دمشق حيث الوالي المغول هناك أكبر رتبة، وأعطاه كتاب أمان لقومه، يعني أبناء مذهبه وجماعته. طيب فهنا احنا أمام موقفين، موقف شيعي مقاوم على يد هذا الشيخ أحمد بن الحسن، وموقف غير شيعي، موقف موادع أخذ أمانا لحماية جماعته وأتباع مذهبه. ليش نقول هذا الكلام؟ لأنه أكو هناك نوع من الكلام غير الصحيح والتهريج على أن الشيعة مثلا في بغداد هم الذين سهلوا طريق المغول واتفقوا وياهم، ولذلك المغول ما سووا فيهم شيء، وبينما انتقموا من غيرهم. احنا اشرنا اشارة عابرة فيما سبق الى ان علماء الحلة وجدوا انه لا طاقة لهم بمقابلة المغول باعتبار هذولة مثل العاصفة كانوا يجرفون كلما أمامهم إذا واحد يقاوم، فكانت الحكمة حسب ما رأوا أن يوادعوهم في مقابل أن يحتفظوا بأمانهم، المراقد المقدسة تكون مأمونة، المكتبات، الحوزات العلمية، الوضع في الحلة وأطرافها يكون مأمون. هذه كانت خطوة حكيمة لصيانة النفوس من الإزهاق والمكتبات والعلوم والمراقد من التدمير. طيب هسه هذا تختلف وياه أو تتفق هذا بحث ثاني، لكن إذا تيجي تحسب ضمن منح طائفي وأنه الشيعة والروافض سهلوا طريق المغول وما أدري كذا وكذا، هذا كلام غير صحيح.
لا ينبغي أن يقال هنا كما لا ينبغي أن يقال في مثل بعلبك أن هذا تقي الدين الحشائشي وهو غير شيعي على المذاهب الأخرى، أيضا راح وتوادع مع المغول وأخذ منهم كتاب أمان ولم يقاومهم بشيء، وبالتالي أمن نفسه وجماعته وأهل مذهبه، بينما اختار عالم شيعي المقاومة ومعه 10,000 مقاتل. احنا هنا ما لازم نخون هذا تقي الدين الحشائشي، ما نقول هذا خائن، ما نقول كذا، نقول هذا تقديره للظرف لحماية نفسه وجماعته كان هكذا. قد يكون غلط وقد يكون صحيح، لو احنا مكانه ممكن كنا نتخذ نفس هذا الأسلوب أو نتخذ أسلوب آخر. ولما نجي إلى موقف هذا أحمد، شيخ أحمد ابن الحسن، ممكن نقول غلط أو صحيح، لكن ما يصير نخون هذا ونقول لا هذا هو الزين، ذاك خائن وهذا مخلص. كما أن في بغداد أيضا ما لازم نقول هذا الكلام. الآن الحكي اللي يقوم به بعض الطائفيين أن الشيعة هم أحفاد ابن العلقمي وأنه كذا وكذا وإلى غير ذلك، هذا فيه نوع من التجيير التاريخي الخاطئ لقضية قد حدثت. على أي حال، إحنا من خلال العدد اللي يذكر أن هذا الشيخ البعلبكي الذي قام، الشيعي الذي قام بمقابلة المغول ومعه 10,000 من المقاتلين، نقدر نعرف حجم الوجود الشيعي الذي كان هناك، لأنه مو كل الناس يطلعون للقتال، فئة محدودة نسبة معينة، افترض 10%، 15%، 20% هم الذين يظهرون إلى القتال، وأما الباقي فلا يخرجون، في نساء، في أطفال، في رجال كبار السن، في أناس ما عندهم قناعة بالقتال، بس هذول كلهم يشكلون هذه الطائفة. ولذلك يعتقد أن في تلك الفترة كانت فترة التشيع فيها كان على رقعة اجتماعية واسعة جدا في هذه المنطقة، واستمر هذه الحالة إلى أن المغول تراجعوا وانسحبوا من تلك الأماكن، من بعلبك وعموم البقاع. هنا برز عدد من الأمراء الشيعة من عائلة آل حرفوش، يسمون بأمراء الحرافشة، هذول سيطروا على الأوضاع، صاروا هم الحكومة، وبقيت دولتهم مدة أكثر من 2.5 قرن من الزمان، وامتدت على رقعة لبنان وشيء من الأردن وسوريا، ووصلت إلى فلسطين إلى القدس في بعض الفترات. هذه المنطقة كلها كانت محكومة بواسطة شيعة أهل البيت، مما يبين معه أن هذه الرقعة كانت رقعة تتسع يوم بعد يوم في المنطقة. قريب من هالفترة أيضا صار نهوض علمي وفكري، قاده مثل الشيخ محمد ابن مكي العاملي، شهيد الأول، صاحب كتاب اللمعة الدمشقية وغيرها من الكتب، وحوزة علمية مفصلة كان عنده في الجنوب اللبناني في منطقته جزين وأطرافها وحواليها. فكان إذن هناك هذا التواجد الشيعي الواسع، تدريجيا صار ينمو، ولكن بدايته كانت ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. تلك الهجرة الهمدانية هي التي أسست. بعدها بفترة جو العثمانيين، جاء العثمانيون وسيطروا على الأوضاع في تلك المنطقة، ومع شديد الأسف انعكس الخلاف والحرب الموجودة بين الصفويين من جهة الفرس الشيعة، وبين العثمانيين الأتراك الحنفية أحناف، انعكس بشكل سلبي على الشيعة في تلك المنطقة. فكل المناطق اللي كانت خاضعة للأتراك
وكان فيها شيعة كانوا يذاقون أسوأ أنواع التنكيل في أكثر الفترات، الحرب هناك والضرب هنا حسب التعبير. طيب، ولذلك ينقلون شيء يعني حقيقة تقشعر له الجلود، أن أحد المشايخ من مشايخ الدولة العثمانية ويسمى شيخ نوح الحنفي، هذا الرجل حتى يعبئ الجو ضد الصفويين ويخلي المقاتلة والجنود يقاتلون بشكل قوي، أصدر فتوى أنه يجب قتل الشيعة، مو يحل، يجب قتل الشيعة لأسباب كذا وكذا وكذا، وأنهم حتى لو تابوا ما يفيد، لازم ينقتلوا. واحد يقول مثلا كنت شيعي بطلت من التشيع، وانت صرت غير شيعي، ما يفيدك هذا، لازم تنقتل. فعلى أثر هالفتوى الخاطئة قتل عدد كبير جدا، قدره بعضهم ما بين حلب وجبل عامل 44,000 إنسان. احنا نلاحظ ان قضية الدم في امر الاسلام والدين اهم شيء، اعظم شيء، اخطر شيء. طيب، ولكن يجي لك فد واحد ويفتي فتوى، مو يروح على اثرها واحد ولا اثنين ولا عشرة ولا مئة، بالالاف. هذا لازم يجي يوم القيامة ويجاوب رب عن هذه الدماء البريئة التي ذهبت. ولهذا يأكد العلماء، يأكد علماءنا على أن النزاع الطائفي في كل الأوقات مذموم ومنبوذ وليس بصحيح، ويأكد العلماء على لزوم التقارب والتقريب بين أصحاب وأتباع المذاهب، كل واحد خلي على مذهبه، ولكن ليكن هناك التواصل بديل عن التقاطع، التحاور بديل عن الحرب وعن الخلاف والنزاع. هذا ليس في مصلحة أحد أبدا، قضية النزاع، قضية التراشق، قضية التقاذف. لا واحد يقول أنه والله أنا آمن على نفسي أقدر أحكي اللي أبغاه في المكان اللي أريده، لا، هيد جر شلال أحيانا من الدماء. طيب، نفترض واحد في بلد شيعي يقول أنا ما يخصني، خليني أسوي على راحتي. زين، آخرين في أماكن أخرى هم الذين يذوقون الويل. واحد يجي يقول أنا في مكاني ما أخاف من الشيعة ولا كذا، خليني أسوي اللي أريد. واحد شيعي يقول أنا في مكاني أقدر أسوي اللي أريد وأحكي اللي أبغى وأسب كيفما أشاء. زين، هذا ينتهي إلى تعبئة الجو، وآنئذ تسيل الدماء، آنئذ تتبادل الفتاوى المحللة لدماء المسلمين كالذي حدث في هذه القضية التاريخية. المهم أن هذه الفترة كانت من الفترات السوداء في تاريخ المسلمين عموما والشيعة على وجه الخصوص. لذلك كان مجيء الفرنسيين واحتلالهم إلى لبنان، وهذا من المفارقات، كان بالنسبة إلى الشيعة أهون وأسهل. ليش؟ لأن هذه الدولة السابقة كانت تحلل دماءهم. طيب، اجوا الفرنسيون واحتلوا البلد وبسطوا سلطتهم على كل لبنان، وبالرغم من أن الشيعة في ذلك الوقت من الناحية السكانية كانوا يشكلون حسب الإحصائيات قريب من النصف، لكن المسيحيين جعلوا الشعب اللبناني قسمين، مسيحيون ومسلمون، قالوا المسيحيون نصف ولم يكونوا كذلك، والمسلمون يتقاسمون فيما بينهم، هذول نص وذولاك نص، يعني كل واحد سوف يحوز على ربع الأشياء. ووزعت المناصب والمواقع
والأشياء على هالأساس، الشيعة بالتالي اللي هم نصف عدد السكان صار لهم من الناحية الرسمية ربع الصلاحيات والإمكانات، ومن الناحية الفعلية لم يحصلوا حتى على 10% من ذلك، ظلوا على طول الخط يعني مصادرة حقوقهم. الفرنسيون كانوا يخشون جانب الشيعة باعتبار عندهم علماء يحملون راية التحرر، راية الاستقلال، راية المواجهة، سيد شرف الدين وأمثاله وغيره من العلماء الذين كانوا في وجه الفرنسيين، ولذلك كان الفرنسيون قدر إمكانهم يضعفون هذه الطائفة، إلى أن الوضع تغير في الفترة الأخيرة. أيضا هنا يبرز دور بعض العلماء وهم كثير وما أكثرهم، لكن نشير إلى دور الإمام السيد موسى الصدر اللي إجا قبل حوالي 50 سنة من الزمان، نزل إلى لبنان وأصوله هو من إيران، وإن كانت عائلة الصدر أصولها أصول عربية ولكن هو ولادة إيران، فجاء إلى لبنان وبدأ في برنامج مفصل، منه تعليم مهني، منه تشجيع على طلب العلم إلى أعلى الدرجات، منه الحث على التواصل مع المسيحيين ومع المسلمين السنة ومع الدروز ومع غيرهم، أنه أنتم أيها الشيعة اتحركوا في اتجاه التواصل مع الفئات الأخرى، ثم تحركوا في مجال العلم، ثم تحركوا في مجال التعليم المهني تحديدا، كان يركز عليه هذا السيد الجليل خلال ما يقارب من 25 سنة. وجدت النتائج بشكل تغيرت الأوضاع، تحولوا شيعة أهل البيت في لبنان إلى رقم فاعل جدا ومهم، وإحنا وجدنا في عصرنا بعد ما يحتاج أحد ينقل إلنا الشيء اللي أنجزه شيعة أهل البيت في لبنان لم ينجزه أحد غيرهم في تاريخنا المعاصر، هزموا إسرائيل مرتين في خلال أقل من 10 سنوات. هاي الدولة المستكبرة المتجنية، هاي الدولة التي لا تعرف لا ميزان أخلاقي ولا ميزان إنساني ولا ميزان حقوق دولي، استطاع شيعة أهل البيت أن يتعاملوا معها باللغة التي تفهمها، لغة التوسل وياها، ولغة انتظار مجلس الأمن، ولغة ما أدري البيانات والاستنكارات، عرفوا أنها لا تنفع. شاعر في وصف العباس لطيف يقول: عرف المواعظ لا تفيد بمعشر، صموا عن النبأ العظيم كما عموا، فانصاع يخطب لكن بشنو؟ بالجماجم والكلى، والسيف ينثر والمثقف ينظم. هذا اللي سووه شيعة أهل البيت ويا الإسرائيليين. جت إسرائيل وقالت: إحنا عندنا قبضة حديدية نقبض على الأنفاس الجنوب اللبناني، فواجهوا ذلك بالإرادة الحسينية، وانتصرت الإرادة الحسينية على القبضة الحديدية، اجوا بدباباتهم وأسلحتهم وقوتهم لكي يصنعوا ما يصنعوا، فواجههم هؤلاء بعزم عباسي من أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه. قبل أن ننهي المجلس والحديث، في إشارة طلب الإخوة في المجلس بمناسبة أن هذه الليلة هي ليلة أبي الفضل العباس. قالوا: نحن لدينا تراث في طليعته أبو الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه، اللي جسد أروع الأمثلة في الفداء
والتضحية والصبر والإيثار. واحد الظمأ يكاد يقتله، الآن توه بذل هذا المجهود الهائل من القتال ويوصل إلى داخل الشريعة ويأخذ الماء بيديه ثم لا يشرب، هذه حالة من الإيثار نادرة جدا، هذه حالة من السمو المناقب نادرة جدا. هذه إذا صار عند جماعة مثل هالنماذج بعد لا إسرائيل تقدر تتغلب عليهم ولا غيرها. لكن انتهى هذا الرجل البطل إلى النهاية المنتظرة إلى أمثاله. أبو الفضل العباس جاء إلى الحسين سلام الله عليه في مثل يوم غد، يطلب أبو الفضل العباس الماء، وبالفعل يوصل إلى المشرعة مع 30 فارس ويزيح هؤلاء عنها، ثم يأخذ الماء ويأتي به إلى النساء والأطفال، وشبعت ورويت قلوب الأطفال والنساء ومن كان موجودا. وظل هذا الأمل راود الجميع أنه إذا كانوا عطاشا فهناك ساق العطاشا والظمأ أبو الفضل العباس. وتمر الأيام وإذا يجي اليوم العاشر ويتفانى الأصحاب بين يدي الحسين سلام الله عليه، هذا والرضيع عبد الله قد دلع لسانه من العطش. تجي أمه إلى زينب، زينب هذا ولدكم عبد الله وقد جف اللبن في ثدي أمه، يعني لقلة ما شربت من الماء، لكثرة ما ظمئت، ماكو بعد حليب في صدرها حتى ترضع هذا الرضيع. خذوا طفلكم، أنا ما أريد يموت في بين يدي. جابته زينب عليها السلام إلى أين تذهب؟ تذهب إلى أبي الفضل العباس. أبو فاضل، ترى هذا الطفل الرضيع قد جف حلقه من الظما، ألا ترى إلى عينيه قد غارت في أم رأسه؟ أبو فاضل ما يحتاج إلى استنهاض، هو يكفيه أن يسمع صوت الأطفال الآخرين وهم ينادون العطش العطش، وعطشاه وظمأه. هذا اللي خلاه يأتي إلى الحسين صلوات الله عليه لكي يستأذنه في القتال. الحسين التفت إليه قال: أنت العلامة من معسكري، أنت عضيدي، إذا أنت قتلت يؤول جمعنا إلى الشتات وتنبعث عمارتنا إلى الخراب. قال: لا طاقة لي على ذلك وأنا أسمع صوت الصبية والنسوة وهم ينادون العطش العطش. قال: إذا كان لابد من ذلك فخذ معك القرب واطلب لهم الماء. وحمل أبو الفضل العباس حدر قمر هاشم على جيش العدا وصار، حدر قمر هاشم على جيش العدا وصال، رمح المنية وصار مهبتار لاجال، مثل الزلازل من حدر تسمع رعيده، يتبختر مكيف ملاقى الموت عيده، حتف القضاء بعزمه وعزرائيل بيده، ضيق فضاها والعساكر شافت أهوال، شعت جبينه وصار ما تذهب بالأبصار، من صولته ذاك الجمع مثل الرحى دار، فاضت طفوف الغاضرية وصاحت النار، بس امتلئت غمد البتارك يا سردال. وصل إلى الشريعة بعد أن أزاح عنها حراسها، أخاض الماء بس هيس ترأس جفا يروي عطش جبده، تذكر لنا أخوه حسين وحسينا، تذكر لنا أخوه حسين بعد ذب الماء من جفه وتحس.
هذا الماء يجري بطون حيا وضوق قبل خويا حسين وضعين طفلة يا ويلي من العطش مات وظن موتي قرب والعمر قصار لما أحس ببرد الماء رن في سمعه أصوات النساء والأطفال ينادون العطش العطش فرمى الماء على الماء وقام واستوى على ظهر فرسه زم القرب على عاتقه وكل همه إيصال القربة إلى المخيم عظم الله أجوركم فأحدقت به الصفوف والتأمت عليه الألوف أدركه أبا عبد الله بينما هو يقاتل وإذا بلعين من خلفه جاء وضربه بالسيف على يمينه أنا مناد وعباسا أخذ السيف بشماله أعاد الحملة جاءه لعين آخر ضربه بالسيف على شماله أيوة سيداه وعباسا وقف لا يستطيع القتال وانهالت عليه السهام كرشق المطار فسهم أصاب صدره وآخر أصاب عينه أيوة عباسا هو سيدا وأصاب القربة سهم وأريق ماؤها وفقد العباس الأمل بالوصول إلى المخيم وظل حائرا فانحنى ليخلع السهم بركبته أيوة عباسا هو سيدا فجاء حكيم بن طفيل وبيده عمود من حديد ضرب العباس على رأسه فهوى إلى الأرض صريعا مناديا أدركني يا أخا أدركني يا أبا عبد الله جاءه الحسين وقف على مصرعه وإذا به يرى هذا المشهد الكفان مقطوعان والقربة ممزقة والسهم نابت في العين والرأس مفضوخ بعمود من حديد وضع يده على خاصرته نادى الآن انكسر ظهري وقل آيات حيلتي وشمت بي عدوي جلس عنده مسح الدم عن عينيه تصور العباس وقد أفاق أن من أقبل رجل يريد أن يقطع عنقه فنادى بحق من تعبد إلا ما أمهلتني ريثما يأتي ابن والدي أتودع منه ويتودع مني فبكى الحسين ونادى أنا أخوك الحسين أراد أن يحمله إلى المخيم لم يرضى أبو الفضل العباس فنادى لماذا قال لأني وعدت النساء بالماء وأستحي أن أرجع إليهم دون ذلك
وإضافة إلى ذلك أيضا أنا ما أقدر أرجع إلى ذلك المكان وأرى دمعات الأرامل والأطفال يبكون علي. أراد أن يحمله لم يقبل، وضع رأسه في حجره، فرفع العباس رأسه ووضعه على التراب، وضعه مرة أخرى، رفعه ووضعه على التراب. أخي لماذا تضع رأسك على التراب؟ قال أنت تضع رأسي في حجرك، ولكن بعد ساعة من الذي يضع رأسك في حجرك؟ لا تبتئس يا أبا الفضل، ترى رأس الحسين ما وقع على التراب، وإنما قطع ورفع على رأس رمح طويل. أيوة حسيناه وسيداه. الحسين جلس عند أخيه العباس هنية، ثم قام يكفكف دموعه وقد رجع إلى المخيم. رأته ابنته سكينة، نادت: أبا أين عمي العباس؟ يقل لها يقل لها يا سكنة راح عاب، يا بيقل لها يا سكنة راح عاب. وراح وراح الضيغم اللي يرفع الراس، وظل يبكي عليه الدرع والطاياس، يا بأ وظل يبكي عليه الدرع والطاياس. عباس هذه جيوش الشرك قد زحفت نحوي بثارات، يوم الدار تطلبني، نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فض اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، تقبل اللهم عمل المؤسسين بخير قبولك، وإلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين والسامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.